السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وسهل أخلاقنا بالحلم، ونور بصائرنا بالعلم، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح لنا أبصارنا حتى نوصل الطريق الموصل إليك، ونور لنا بصائرنا حتى نشهد الحقائق الدالة عليك، واقذف اللهم في قلوبنا من نورك الفرقاني ما تنشرح به وتنفسح وترى حقائق الأشياء على ما هي عليه. ونسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تكرمنا بزاد الصبر على مسيرة الدعوة، وأن ترزقنا الثبات حتى الممات على الصراط المستقيم، وأن تقبضنا غير ضالين ولا مضلين ولا مفتونين. ونسألك يا مقلب القلوب أن تثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أحبتي في الله، كان من المقرر أن يكون لقاء اليوم حول موضوع حساس وشائك، لكن طرأ علينا طارئ دفعنا إلى أن نرجئ الحديث عنه إلى لقاء قادم إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في يوم الخميس القادم بإذن الله بعد صلاة العشاء، هذا موعدنا. وموضوعنا كان يدور كما وعدنا حول علاقة المسلم بغير المسلمين، مفاصلة ومواصلة، ولاء وبراءة، ما هي الحدود، ما هي الضوابط التي تحكم هذه العلاقة، ثم ما هي الأمور التي طرأت على مسمى غير المسلم، إن كان كتابيا من أهل الذمة بأقسامهم، وإن كان غير كتابي مشركا وثنيا أو من أصحاب الفرق الضالة. حديثا ذا شجون وشؤون يحتاج إلى حالة من التركيز وحالة من الانتباه، سيجري البحث عنه والحديث فيه في اللقاء القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. وإنما أرجأت الحديث عن هذا لأمرين. الأمر الأول هو أن الموضوع لم يأخذ تمام أبعاده في الدراسة والتمحيص والتوثق والتثبت عندي، لأن هذه قضية شائكة جل فيها قوم وضل فيها آخرون، وتنازل قوم عن ثوابت معتقدهم ودينهم، وغازل فيها قوم على حساب الثوابت، وجمل فيها أناس على قواعد قابلة لشيء من التغير والتغيير، فضاعت معالم القضية واحتارت الأمة في فهم هذه المسألة. ونحن حينما نتكلم عنها يجب أن تكون الحقيقة بأبهى صورها، ويجب أن يعلن الحق مؤصلا مفصلا موثقا مدللا بالحجة والبرهان، ويكون المقصد من وراء ذلك هو أن يرضى ربنا الرحمن سبحانه وتعالى، وأن نحفظ حمى الإيمان، وأن نبني المناعة والحصانة في قلوب الموحدين حتى لا تتميع عقيدتهم في قلوبهم. وبنفس الوقت نريد أن نضرب على تلك الأيدي التي لعبت بهذه المسألة وبهذه القضية وجعلتها سببا للفتن والنزاعات والحروب تحت مسمى طائفي أو صراع ديني وما إلى ذلك. ونحن نريد أن نصل إلى الحق ما بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين، ونريد إن شاء الله، وأسأل الله يعيننا على هذا مع تحري الصدق فيما نقول وتوخي الحذر والحق فيما نعلن، حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى ولم نكتم أمانة العلم،
ولم نحرف الكلمة عن مواضعه، وهذا ما أسأل الله أن يثبتنا عليه إن شاء الله ونستطيع أن نبينه في اللقاء القادم. إذن سبب إرجاء الحديث في هذه القضية لما لها من حساسية فلم تكتمل بأبعادها في الدراسة عندي، وما زالت في طور البحث وطور يعني وضع النقاط على الحروف حتى لا تخطط الأوراق وحتى يكون البيان واضحا شافيا كافيا. الأمر الثاني الذي دفعني إلى الإرجاء، إرجاء هذه المسألة إلى، وليس عقيدة الإرجاء، إلى إرجاء هذه المسألة إلى اللقاء القادم إن شاء الله، إنما هو حوار جرى بيني وبين أحد الإخوة من طلبة العلم، وقد جاءني زائرا وكان في ضيافة الآن وصار قبل قليل جاء من مكان بعيد، وطرح مجموعة من التساؤلات وعرض بعضا من الإشكالات وحملني أمانة البيان وأمانة التوضيح في مثل هذه القضايا. لكن أخذت من مجمل حديثه نقطة واحدة اعتبرتها هي الأهم وهي الأولى بالحديث والأولى بالطرح والأولى بالتفصيل، لأن حقا هذه النقطة هي علة العلل وأساس الخلل، وهي المعول الهدام في بنيان أمتنا، وهي جرثومة التنازع الذي يؤدي إلى الفشل وذهاب الريح، وهي أيها الأحبة السبب في خلخلة الصفوف وتبعثر الجماعات وتشتت الطاقات والإمكانات، وهي ذاك الفيروس الخبيث، الفيروس السرطاني الشيطاني الذي تسلل إلى بنيان أمة ما زال في طور الترميم، كان متشبعا كان متهدما، فكوادر الصحوة فرق العاملين لهذا الدين الأحرار والمخلصين في كل مكان تحركوا يحاولون أن يبنوا جدران دين هذا دين الإسلام العظيم الذي بدأ أعداء الله يحطمون في أركانه وفي جدرانه، وبينما العاملون المخلصون يبذلون من دمائهم ويبذلون من حرياتهم ويبذلون من أوقاتهم وأموالهم وأعمارهم وسلامتهم وراحتهم، يبنون هنا يرممون هنا يشيدون هنا يدعمون هنا هذا البنيان حتى لا يتهاوى وحتى لا ينهار، إذ نفاجأ بهذا الفيروس بدأ يتحرك بين العاملين وفي ساحة المخلصين وفي صفوف الشباب الموحد الذي بدأ يقبل على الله ويظهر الالتزام ويحاول أن يفهم هذا الدين ويحمل همه، بدأ الفيروس يشغل الأمة بعضها ببعض، بدأ هذا الفيروس أيها الإخوة يجعل بأسنا بيننا شديد، وأوجد حالة عجيبة من التشرذم والفرقة، وتحولت المعركة ما بين صف واحد وصف آخر لمجموع سرايا الكفر والشرك والإلحاد والرذيلة إلى معركة في دائرة الصف الموحد، فبدأت الأمة تتآكل من داخلها وفقدت التكامل، وبدأ بعضها يعدو على بعض وبعضها يحطم بعض وبعضها يريد أن ينسف بعض لكي يرتقي البعض على أكتاف البعض وعلى حساب البعض وهكذا. حينما تكلم الأخ كنت أسمع له بكليتي وأرى ذاك الجرح في أعماقه، ذاك الهم بين جنبيه، جاءني قاطعا مسافات بعيدة لكي يبلغ الرسالة ثم يمضي. هذه النقطة أيها الأحبة قضية السذاجة التي أصابت شباب الصحوة وأصابت أبناء التوحيد وهم في هذه المرحلة الحرجة، المرحلة التي نمر بها أيها الإخوة، ونحن نعلم أن هناك أعداء نعلمهم وآخرين لا تعلمهم، الله يعلمهم، وأن هناك من يمكر مكر الليل والنهار في الجهر والسر، وأن هناك قوى عجيبة منها السافر الواضح ومنها المتقنع
المزيف ومنها المدسوس الدخيل ومنها المبطل العنيل ومنها من يسمى من بني الجلدة ومنها ومنها أعداء كثر لا يتورعون عن استخدام أي سلاح وليس عندهم موانع في استخدام أي كيد مهما كان رخيصا أو قذرا ضد الصف الموحد هؤلاء أعداء بلغوا درجة من القحة والوقاحة والخبث والدهاء والحقد الذي يحركهم ويدفعهم إلى أن يقوموا بكل ما يمكن أن يستطيعوا عمله حتى يضربوا الصف الموحد ويضربوا جبهة الصحوة الإسلامية ويسلوا حركة العاملين وينهوا هذا الكيان الإسلامي الذي بدأ يفرض نفسه على ساحة الكون كقوة يحسب لها حساب العقلاء دون أن يحتاجوا لشروح ودون أن يحتاجوا لبيانات العقلاء تلقائيا حينما يلتحقون بالصف الموحد يجب أن يعلموا بداهة بدون أن آتي بدلائل بأن جبهة الكفر والمكر والباطل والظلم لن تتركنا كجبهة واحدة وصار منها ويجب أن يضع في حساباته بأن جبهة الكفر والبغي والباطل ستستخدم كل سلاح كل سلاح ولما أقول لك كل فهذه للاستغراق كل لن يدخر شيء المال وما يمكن أن يحققه المال من شراء الذمم والضمائر وشراء الولاءات وتغيير القناعات وتغيير الوجهات الإغراء والإغراء النساء بكل ما يملكن من سلاح فتنة وبكل الخطر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر من بعد عن الرجال من النساء والنساء يستخدمن بشكل مباشر أو غير مباشر أما الشكل المباشر فهو معروف أن تسلط النساء على العاملين على الصادقين لفتنتهم لإغوائهم لإغرائهم وهذا قد نوش حتى مع الأنبياء في تاريخ الدعوات وهذا الأمر قد تم أو أنهم يفترون على هؤلاء إذا ما استطاعوا أن يجلوا رجل هذا الصادق هذا الشاب المؤمن الموحد يمكن أن يجندوا بعضا من النساء لكي يتهموا هؤلاء الصادقين المصلحين لإسقاطهم وإيقاف مدهم الدعوي النوراني أو بشكل غير مباشر من خلال أن المرأة بفتنتها بإغرائها بإغوائها بغنائها برقصها بعريها بتمثيلها بإعلاناتها بدعاياتها باستعراضها بلباسها تشغل قلوب الشباب الموحد وتحاول أن تصرف أنظارهم وأفكارهم لكي يبقوا متعلقين في الفتنة وتدريجيا يقل انشغالهم بالحق والجنة والآخرة ويبقى انشغالهم في هذا الجانب يستخدم هذا السلاح التهديد الوعيد يمكن يهدد الإنسان في نفسه يهدد في ولده يهدد في رزقه يهدد في حريته يهدد في وجوده يهدد في سبناه في وطنه في تهجيره في نفيه نعم هذا سلاح يستخدم لا يتورعون عن استخدامه التيئيس التعجيز الحصار ضرب جدران الصمت حول العامل المتحرك الإشاعة الوشاية الإفك الافتراء الاتهام الأباطيل كل هذا سيستخدمونه لأنهم يعلمون بأن من يحمل هذا الدين يحمل طبيعة صامدة لا يقدرون مهما تعبوا أن يتعبوها وهم يعلمون أنه ليس من السهل باستخدام سلاح أو اثنين أن يجهز على الجبهة الموحدة أو على من يحمل هم الرسالة أو هم الدين لذلك ممكن إذا وصلوا لدرجة أنهم ما أفلح سلاحهم بعد سلاح بعد سلاح أن يحركوا الأسلحة بمجموعها في وقت واحد يأتيني هذا الأخ صارخا
مولولا يقول لي إنما نراه، إنما ما نطلع عليه، إنما كشف لنا من زوايا بسيطة جدا في حلقات التآمر على العمل الإسلامي وعلى من يعمل لهذا الدين بحق وصدق، أمر يشيب له الولدان. قلت له يا أخي صح النوم يعني. الأمر جزاك الله خير على هذه الهمة والنية وهذا الحرقة، لكن هذا أمر هو أمر طبيعي في منهج الرسالات والدعوات، وهو أنك قرأت سيرة الأنبياء وقرأت سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لرأيت هذه الخطوط كلها واضحة، واستخدام هذه الأسلحة بمجموعها كاملة استخدمت ضد دعوات الأنبياء، وستبقى تستخدم ضد من يحمل إرث النبوة ومن هذا النبوة إلى قيام الساعة، وهذا لا مناص منه. ليست المشكلة يا أخي، وهذا ما قلته، ليست المشكلة في أن جبهة الباطل تستخدم كل هذه الأسلحة ضد جبهة التوحيد والإيمان، لأنها يجب أن تستخدم، هذه طبيعة الصراع، طبيعة المعركة بين الحق والباطل. هذا أمر لن يغيره المجاملات ولا الدبلوماسية ولا أن نحاول أن نكذب هذا وأن ننفي هذا، هذا واقع، هذا واقع. وحينما يجامل الحق الباطل مجاملته لا تجديه نفعا، لن يتغير الباطل عن حقده ونيته وعن برنامجه وعن خطته في الإجهاز على الحق. وإذا تراجع أمامه خطوة، أي الحق يتراجع أمامه خطوة، فاعلم بأن الباطل يطلب أخرى، فإن تراجع 2 يطلب 5، فإن تراجع يطلب 10، إلى أن يتحول الحق إلى باطل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. المهم أيها الإخوة، قلت لهذا الأخ المشكلة يا حبيبي يا أخي ليست في أن يستخدم الباطل وأتباعه وأذنابه وجرذانه وفئرانه وحشراته أن يستخدم هذا ضد جبهة الحق العاملة، إنما المشكلة أن تصل جبهة الحق وشباب الصحوة ومن يدعون الالتزام يصل إلى درجة من السذاجة والبلاهة والغباء والغوغائية لدرجة إن هذه الأسلحة تعمل عملها فيهم، أن يعطونها الفرصة لأن تعمل. إن جبهة الباطل بكل أسلحتها إذا وجدت أمامها جيلا ربانيا محصنا يحمل مناعته، جيلا واعيا مدركا لمخطط الكفر والباطل بكل وسائله ومحاوله وأبعاده، المؤمن كيس فطن، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. جبهة الإيمان حينما تعلم هذا وتكون مستعدة فهي عصية على الاختراق أو الإخفاق، ولا يمكن لكل هذه الأسلحة أن تعمل عملها فيهم. لذلك المولى عز وجل حينما ذكر على سبيل المثال سلاح الإشاعة أو سلاح الإفك أو الافتراء أو الدعاية المضادة، الدعاية المضادة المنظمة، حينما ذكرها لم يذكر الخطورة بمن يروجها، ما قال خطر بمن يروج الإشاعة ولا من يروج الإفك، بالعكس قال إن هؤلاء يقومون بفعل فيه خير، فيه خير، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. إذن اللي جاءوا بالإفك هم الذين في حقيقته خير، لكن وين المشكلة، أين الخطر؟ قال وفيكم، وفيكم فيكم في جبهة التوحيد في المسلمين في المؤمنين، وفيكم لولا أن فيكم سمعون لهم فإفكهم خير لكم، يزيد الصف تماسكا، بالعكس يكشف العناصر الدخيلة ويفضح المنافقين، خلي يقولوا فينكشف معسكرهم، ينكشف الطابور الخامس، يعني هؤلاء إفكهم وافتراؤهم يعريهم ويكشف ما وراءهم. بس المشكلة فيكم حينما يكون فيكم سماعون لهم. لذلك قلت إن من أخطر النقاط التي أثارها الأخ هي هذه النقطة الوحيدة، هي نقطة السذاجة والغوغائية والبساطة في الجبهة المؤمنة، بحيث أن الرجل تراه يصبح مؤمنا ويمشي كافرا، يمشي مؤمنا ويصبح كافرا، تجده عند الصباح على ولائه الحق، عند الظهيرة يتذبذب، عند العصر يراجع نفسه، عند المغرب ينتكس، عند العشاء يتوب، عند الفجر يتردد. هؤلاء متشكك لا يفلح وملتفت لا يصد. إن الذين
يسيطر عليهم هذه الحالة التي أسماها النبي صلى الله عليه وسلم المنبت. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى كما قال بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام. من هو المنبت؟ هو المتردد المضطرب، تراه في كل ساعة يغير قناعة، إذا جاءه همسا هنا أصاغ، إذا جاءه صوت هنا تراجع، إذا جاءه نداء هناك أقبل، إذا جاءته صرخة من الخلف التفت، تراه يقدم خطوة ويرجع أخرى. ترى حاله حال المتفرد الذي لا أرضا يقطع ولا وهما. يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثال بالذي يذهب إلى الحج أو يذهب إلى سفر ما، يركب راحلته يمشي 10 متر ثم يرجع، يمشي 15 متر ثم يرجع 5 متر، يمشي 5 ثم يرجع 20 متر، هذا اسمه منبت. فيبقى على هذه الحالة فينتهي عمره ويخرج من الدنيا ولم يؤدي واجب الرسالة ولا التكليف ولم ينجح بالاختبار فيخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. لا أرضا انقطع ولا ظهر أبقى، أي تموت الدابة من كثر ما هو رايح وراجع وهو في مكانه. إن المؤمن واعي في أصول للتوسط، مجرد ما عرف أن هذا حق فصلت عنده، ومجرد ما فصلت عنده نزل لميدان العمل، ومجرد ما نزل أخذ ثغرة ودورة وبدأ العمل وانطلق نحو الأمام سر ولا تلتفت، فلا يعرف الالتفات بعدها أبدا. هذه النماذج وحدها غير مؤهلة لأن تنتج أيها الإخوة، ومؤهلة لأن تغير، ومؤهلة لأن تصمد، ومؤهلة لأن تثبت وتبقى. وما عداها من المنبتين المترددين الذين يتغيرون ما بين ساعة وأخرى، هؤلاء سيصبح خطرا على جبهة التوحيد أكثر من خطر الأعداء، سيشلون حركتها من الداخل، سيشتتون طاقتها ويصرفون هذه الطاقات في غير محلها وفي غير مصرفها الصحيح. يتكلم الأخ يقول والحشرة في قلبه، يقول كل لكم عنكم يا شيخ الكلام هنا وهناك، إيه كلام يقال أن هذا الرجل لا يريد وجه الله سبحانه وتعالى، قلنا هذه بسيطة، هذه نوايا القلوب لا يعرفها إلا الله عز وجل. قال ثم تطور الأمر، شعر القضية لا، هو يريد وجه الشيطان، ليس فقط لا يريد وجه الله، إنما يريد أن يرضي الشيطان ويريد أن ينهي جبهة الإيمان. كيف هذا؟ قال هو أتانا بدين جديد ومذهب جديد وطرح جديد، وبالتالي هذا الأمر سيؤثر على الدين الموجود في الساحة، صار له سنوات عم يعمل، فراح يسوش عقائد الناس ويسوش أفكار الناس، وبالتالي هذا أكيد أنه عميل داخلي عم يؤدي دورا مرصود. هذه الحقيقة نكون واقعين، نتكلم عنه ببساطة عن مكشوف يعني. قالوا إذن هذا لابد أن يكون عميل داخلي، هذا جندته أجهزة الاستخبارات المحلية من أجل كما يحلل بعض المشايخ كما يروي لنا الشيخ وغيره وغيره مع الإخوة، جندوا من أجل أن يكشفوا طاقات الشباب المسلم يجمعوهم بعد يلمهم. يا ريت في شباب مسلم حتى يلمهم، في شباب مسلم حتى يلمهم. قال أبدا، إنما هم يتركونه يخطب ويدعو إلى الله ويقيم محاضرة هناك، يتجمعون هذول اللي كانوا منهم ظاهرين يظهروا، فإذا صاروا تحت الشمس عطى أسماءهم السماء خلا سجلات الأسماء. هاي كمان بالصوت والصورة. طيب قالوا إذا هذا يعني لا ألوم الذي يقول، ألوم الذي ينصر، ألوم الذي يصيح السمع، ألوم الذي ما زال يرد مثل هذا الهراء مثل هذه التفاهات بعد كل هذا المشوار الطويل وكل هذا البيان الحجج والبراهين. وبعدها تطور الأمر، الأمر طلع خلاف هذا الأمر، ما لموا أحد، ما آذوا أحد، ما جرى شيء، الدعوة واعية تفرض نفسها، تنتشر بحكمة الرسالة، أخذت منطلقات ما خرجت عنها أبدا، تضع الحاكم المحكوم في صف واحد في قضية الخطاب والدعوة إلى الله عز وجل، لا خوفا من أحد، أعلنت وما زلت أعلنها، لا أحسب حساب إلا الله سبحانه وتعالى، وليس في قلبي ذرة من مخافة من غير الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينهي أجلي ويبكمني إذا مر مجرد خاطر على قلبي أو مخيلتي بأن هناك مخلوق يضر وينفع غير الله سبحانه وتعالى. لا نحسب حساب عد، هذه عقيدتنا، ونحن أجلنا هو أحب غائب ننتظره نتسوق إليه، لأن ظل العار والشنار هذه التي نحياها الآن لا تصلح لنا كحملة رسالة نحمل إرث النبوة، مشروع خلافة الله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا صارت الدنيا لأبناء الزنا ولمن يحسن رقصا وغنى، وهي للحر مخاض كبر وبن الحر لعمري وبن،
من ذا يواسيني بمر مصابي وتأوهي وفرقتي وعذابي؟ أسفي على هذه الحياة فإنها أضحت لكل منافق كذاب، أضحت لكل مخذل مرتاب. الحياة أصلا لم يبقى ما بين الموحدين وبينها علاقة، علاقة طمأنينة أو سكينة أو ارتياح. إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم قال عنها سجن المؤمن فهي الآن منفردة لنا، وليس سجن، ليس مجرد سجن إنما منفردة، واللي دخل المنفردات يعرف هذا، عرف كيف؟ فلذلك أيها الأحبة، نحن ما عرفنا شيء في هذه الدنيا، نتمنى ساعة الرحيل، نتمنى أن تأتي، نتمنى أن نرحل عن هذه الدنيا، ولكن طالما نحن في الحياة هناك دور يجب أن يؤدى ورسالة يجب أن تستمر. فنحن حينما ندعو الأمة لجمع صفها، لتوحيد كلمتها، للم شملها، حاكمها ومحكومها، إزالة الفجوة ما بين أمن وإيمان وتيار ديني وتيار من الصراع، نحن نريد أن نجمع الجميع تحت مظلة عبودية لله، مشروع أخروي ودنيوي، أخروي ينجي الجميع من النار ويدخل الجنة، وهذه رسالة، وهذا مقصد من مقاصدنا. فلقد أرسل موسى حتى إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى لعله يتذكر ويخشى، لكن الخلل في الفهم، القصور في الإدراك، القوالب الجامدة في فهم الدين من خلال فهم الأحزاب والجماعات والتنظيمات السرية التي أخذت حدود المفاصلة وبدأت تكفر وتودع. فهناك جهات الحكام المسؤولين، هؤلاء لا يدعوا إلى الله، لا يبلغوا كلمة الله، هم كفار، لا يستحقوا الجنة. من قال لك؟ من قال لك؟ هل قمت بواجب البلاغ؟ هل قمت بواجب الدعوة؟ هل أقمت الحجة؟ هل ثبتت وأنت تدعو إلى الله؟ 100 مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعترض أبو جهل ويقول له قل لا إله إلا الله تملك بها العرب والعجم، وما عنفه وما شدد عليه، تملك بها العرب والعجم، قل أرجله الثقة بدين. فمن هذا الذي أخرج فلان من الناس أنه لا يدعى أو أنه لا يمكن أن يدخل الجنة؟ من هذا؟ تعلم على الله عز وجل تجاوز الحدود. فلم نحاول نحن أن ندعو إلى الله، لم نحاول أن نتوافر. أتحدى من كل هؤلاء الذين يجعجعون ويطنطنون ويكفرون الحكام ويكفرون من يدعو الحكام ويكفرون من يقترب من الحكام لإصلاحهم. أتمنى، أتحدى إذا واحد منهم مرة واحدة دخل على رجل موحى مسؤول بسيط قال له يا أخي قل لا إله إلا الله تملك بها العرب والعجم، يا أخي ترى هذا الدين حصل لك في دنياك ولجأت لك في أخراك، يا أخي الإسلام ليس هدم، ليس تخريب، ليس كما صوروه لك الغرب وزرعوه في ذهنك، ليس عدو، لا يريد أن يلغيك، الإسلام يريد إنقاذك، يريد نجاتك، يريد حماية البلدان والأوطان والإنسان. الإسلام عزة وكرامة وعدالة، الإسلام لا يعرف التفرقة، لا يعرف النزعات، لا يعرف الطائفية، لا يعرف المذهبية، لم يعاملك على هذا الأساس. بالعكس، إذا انطبق الإسلام برسالته الواعية الصحيحة كما أنزلها المولى عز وجل سيبني ولا يهدم، يعمر لن يخرب، يجمع لن يفرق، وسيكون مظلة أمان وبساط عدل وتوحيد، ويعيش الناس سواسية كأسنان المشط، القوي ضعيف حتى يؤخذ الحق منه، والضعيف قوي حتى يؤخذ الحق له، وما من ظالم مظلوم. وتلتقي الاستعباد والاستبداد، الإسلام حضارة ورقي وتقدم واكتشاف وتكنولوجيا واختراع، الإسلام تمدن، الإسلام ازدهار وعمران وخلافة الله، واستخلافنا في هذه الدنيا لكي نحن على أعلى مستويات عمارتها. الإسلام تقنية والإسلام تقدمية والإسلام مدنية، لكن تحت ضوابط ربانية وحدود شرعية فيها من الخير الإنسانية أكثر مما خطط البشر للبشر، لأنه هذا ترتيب الله للبشر، وأن ما أعد المخلوق ما أعد الخالق المخلوق يتساوى مع ما أعده المخلوق للمخلوق. أن من هذا الذي دعا؟ من هذا الذي أقام الحجة؟ من هذا الذي بلغ؟ من هذا الذي؟ إنما أحكام جاهزة وأختام جاهزة وتنتهي القضية، تكفر جهات وجبهات وحكومات وجماعات وأشخاص يعملون لهذا الدين تحت مبررات واهية. الأمر عجيب أيها السادة، الأمر عجيب. فنحن يا إخوتي أقول لكم، نحن حينما ندعو إلى الله عز وجل ونبلغ ما نبلغ لا نحسب حساب أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يرجو من وراء ذلك شيء إلا أن يرضى ربنا سبحانه وتعالى، إلا أن يرضى ربنا سبحانه وتعالى. لكن سبحان الله، لابد من المحنة، لابد من الابتلاء، لابد من الأذى، لابد من الكيد، لابد لابد لابد. فإذا وصلت قضية، قال إن هذه الدعوة إنما تتحرك في ساحة البلد
في أرض الشام ومن أجل أن تظهر الناس المخلصين والطيبين ومن أجل أن يأخذوهم. نحن سنوات نعلي صوتنا ونخطب على أعواد المنابر ونلقي المحاضرات والمهرجانات ونتحرك في كل أرض، وسار معنا آلاف آلاف من الناس عبر هذه المسيرة. أنا أتمنى أن يأتي أحد إلي ويقول من ضمن هذه الآلاف فلان ظهر صورته على الكاميرا ووجهه أخذوه أو آلوا أو سألوا. وأتمنى من كل إخوة الذين ساروا معنا وأنتم منهم إلى هذا اليوم أن يقول أحد أن هناك من مارس عليه هذا الأذى ومارس عليه. طبعا هذا ليس معنى أنه ممكن أن لا يقع هذا، ممكن يقع هذا، ممكن يخرج من بين صوفنا واحد طائش، ممكن يندس في صوفنا واحد صاحب غرض وهوى، يقوم بعمل خبيث ينسب إلينا، يقوم بتصريح هنا أو بيان هنا أو فعل هنا فيقال فلان كان يسير معكم أو محسوب عليكم، فيمكن حينها من حق المسؤول عن حفظ الأمن والسلامة أن يطلب لي ويطلبك لك ولك ما تعرف عن فلان لماذا جرى كذا. هذا ممكن يجري، لم يجري بعد لكن ممكن، هذا نضعه حتى يكون في أذن الحاكم وأذن المحكوم على السواء. يعني ممكن يعني هذا من ضمن الأساليب التي يستخدمها أعداء الله في ضرب الجماعات المسلمة التي تقوم على المنهاج الصحيح بحيث يقوم بعملية توليتها. وأتمنى من كل واحد منكم أن يسمع محاضرة لي ألقيتها بعنوان مؤامرة تدور على الجهاد. مؤامرة تدور على الجهاد لكي تعرفوا ما هي أبعاد وخطورة هذا التآمر ونحن في هذه السذاجة دون أن ندرك المعنى. فلما لم تنطلي هذه القضية على من يملكون عقلا وإدراكا ولم يعيروا عقولا غيرهم تطورت القضية، صارت العمالة ليست داخلية، صارت العمالة خارجية. ومرة فرأى من الناس أنه عميل للموساد، جاء لشق الصف وجاء لإثارة البلابل وجاء لإيجاد حالة فوضى في البلد. ومرة هو عميل للسي آي إيه يورط المجاهدين ويستدعي الشباب العرب ويسلمهم للسلطات الأمريكية ويسلمهم للسلطات المجرمة. ومرة وهجمات ترتب من قبل خفافيش الظلام، شيء على الانترنت، شيء على الجرائد، وشيء في المجالس، وشيء في الناس فرغوا أنفسهم. من وراء ذلك؟ من ينظم كل هذا؟ كل هذا أيها الأحبة لا يمكن أن ينال من 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 من, من الصف المسلم أو يفت في عضد العاملين إلا إذا وجد آذانا صاغية بين الذين يدعون الإسلام والالتزام والحرص على هذا الدين. يقول لي هذا الأخ، يقول لي جلست مع بعضهم فبدأوا يعني يرددون مجموعة من التهم والأباطيل. قال وأنا أعرفه، أنت زميل دراسة ونحن عشنا عمرا منذ بداية انطلاقتك وحتى الآن، وأنا منذهل في المجلس أن الناس كلها تهز برؤوسها ومصدق ما يقال، وأنا أعرف أن كل هذا كذب وكل هذا بهتان، لكن أكاد أتمجر. قال كذا كذا، قال تنتقل حتى من الذرة إلى المجرة. قال ولم يكن لم تكن الجريمة يا أخي في من كان يتحدث وهو نكرة تافهة لا قيمة لها، ما أحد يعرف من وراءه ولا من هو ولا من جنده ولا من وظفه، لكن المشكلة في تلك الرؤوس الفارغة التي كانت تحتج أمامه. قلت يعني كبرها كثير؟ قال والله كبرها يا شيخ. كثير كثير؟ قال كثير، يعني قبان شلوع احنا ممكن ما يجيها. قلت اذا انت احكي لك نكتة، احكي لك نكتة مشان تحكي له اياها مرة ثانية اذا قابلته. قال نعم. قلت الزمانات ارتقى اثنين في مجلس فبيتكلموا، طبعا ما عندهم قضية، ما عندهم هدف يتحدثوا عنه، بيتكلموا بيملأوا الوقت وكل واحد يقول انا. فأحدهم قال له والله أنا عندي والد جاب بذرة قرع عجيبة ما بعرف منين جاب، من الهند، زرعها عندنا في الأرض صار يشتيها كل يوم، يا أخي ما أشوف إن هالقرعة طلعت. أول شيء صار في قد رأس الإنسان، بعدها صار في قد رأس الثور، بعدها قد الثور، بعدها قال له صارت مثل الغرفة هي. قال له مثل الغرفة قرعة؟ قال له قرعة. قال له مثل الغرفة؟ قال له نعم. قال له ما شاء الله. قال له أما أنا فأبوي يعني صنع طنجرة حلة أكبر من الغرفة بشوي. قال له أكبر من الغرفة؟ قال له مشان تسع قرعة أبوك، يعني قرعة أبوك تحتاج إلى طنجرة حلة مشان بدها تسعة. قال له مشان تسع قرعة. قلت له أتمنى أن هؤلاء يعامر بهكذا أسلوب. أيها الأحبة، هذه القضية يعني يجب أن ننتبه لها وننتبه لأبعادها. المؤمن، الصف المؤمن، الجبهة المؤمنة
تتعرض لمحن كثيرة، بدءا من مهنة البحث عن الحق والوصول إليه، وهذه ليست يعني مرحلة سهلة وليست فتنة قليلة، أن تصل الحق وتعتنقه، فسيقف في طريقة شياطين الجن والإنس يشككونك، يخرفونك، يخذلونك، يخوفونك، يوهمونك، يقعدونك، حتى إذا وصلت الحق تظهر فتنة النفس من الداخل التي كانت معتادة على حياة التمرد وحياة الشهوات وحياة الراحة وحياة القعود والملذات والأنس والسهرات والضحك، كيف ستحولها وتضبطها، ستحولها إلى نفس مطمئنة مؤمنة تسعى للخير، تصبر على طريق الجنة ومكاره طريق الجنة، نفسك ستعاند لن تسلم، والنفس كالطفل إن تربعه شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطن، فهناك فتنة أيضا أمامك. وبعد هذا فتنة الأهل من حولك، الأهل الذين يحاولون أن يقعدوك، أن يجلسوك بجانبهم، أن يروك عند الصباح والمساء، فإذا غبت ساعات تدعو إلى الله قالوا أين كنت، وإذا ذهبت في جولة تبلغ كلمة الله قالوا أين تأخرت، وأين هذا الوقت كله ونحن ليس لنا، وتبكي الزوجة ويبكي الطفل، فتنة يحاول أن يشدوه إلى ثقلة الطين، إلى ثقلة الأرض. وذكرت فيما مضى أيها الأحبة، الزوجة والولد هم سكن، سكن، لكن إياكم أن تحولوهم من سكن إلى مثبت، إلى مخزن، إلى مقعد، إلى شل الحركة، لتسكنوا إليها ليس معناها لتركنوا إليها، ففرق بين الركون وبين السكون. السكون هو أنك حينما تتعب وتعرض، سواء في جني رزقك أو خدمة دينك أو في غربتك من أجل الدين، أو حينما تعاني ما تعاني من مضايقات نفسية واجتماعية وأنت تبلغ كلمة الله، أو تجني رزقك الحلال وأنت تجمع بينهما، تعود إلى بيتك تريد السكن، الكلمة الطيبة والبسمة الحنون والضمة الوادعة واللقمة الجاهزة وتربيت خفيف يخفف عنك المعاناة والهموم، كما كانت تفعل خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هي السكن النفسي له، تخفف عنه الضغط الاجتماعي وصد الناس وردهم وهذا العذاب، هي سكن، سكن للساعات تركنا، لكن أن تركن فتجلس في ليلك ونهارك لا يمكن أن يصل إلى المعالي من أسر لأفخاذ النساء أبدا، ولا يمكن أن يبني أسوار المجد من أسرته ضحكات صغيره أو دمعات طفلته، لا يمكن، إنما الحياة كلها تضحية وبذل وإثار وتفان أيها الأحبة، ودائما الذي يدخل في الجبهة المؤمنة يعيش للأمة على حساب نفسه وعلى حساب ذاته. فإذا فرق بين السكون والركون، إذا انتهى من هذه الفتنة وتخلص منها ولم يتراجع بسبب ضغط الزوجة والولد والطفل والبكاء والضحك والغنج، يدخل في فتنة الأحباء، فتنة الأقرباء، فتنة من يحب وما يحبونه، حيث أنهم يمكن أن يقولوا نتعرض للأذى بسببك، نتعرض للمحنة، نتعرض للسوء، يبكون يتباكون، اتق الله فينا، اتق الله، اتق الله، هذه فتنة أخرى يجب أن تتجاوز، وستمر على كل من يدخل في الجبهة المؤمنة، هذه الفتن ستمر عليك واحدة بعد الأخرى إن صدقت الله سبحانه وتعالى. أما إن كنت تعيش على الهامش وبقيت على الشيطان دون أن تدخل في العمق، فإذا ستبقى يعني مهملا. إنما يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه قوة زاد ابتلاؤه، وكلما كثر إنتاجه زاد ابتلاؤه، وإن كان في دينه رقة أوكل إلى نفسه وكان ابتلاؤه خفيفا خفيفا جدا. فإذا تخلص من هذه الفتنة أيها الأحبة دخل في فتنة أخرى، فتنة المواجهة الاجتماعية بجاهليتها المركبة، بتراكمات أخطائها، بعاداتها اللادينية، بتقاليدها البالية، بمفاهيمها المستوردة، بأفكارها المستغربة، سيصطدم بمجتمع بينه وبينه بعد المشرقين، وين هو يحمل أي عقيدة وأي فكر وأي مشروع وأي فهم وأي أهداف، وبين هذا المجتمع الذي يدور في فلك المادة ويفهم الدنيا على أنها متعة بين صرخة وضع وأنك نزع وأنها لذائذ وشهوات بين رحم يدفع وأرض تبلع،
مجتمع يعيش لا يليه الحمراء دشا وقرشا وكرشا وفرشا، مجتمع يعيش السهر والسمر والسكر والأهر، مجتمع يعيش الذل والجبن والعار وفلسفة كل ذلك، مجتمع يعيش على الهامش حياة اللا مبالاة واللا مسؤولية واللا جدية، مجتمع فقد ثقته بنفسه وأصيب بانهزام داخلي وأصيب بعقدة النفس إزاء عدوه، مجتمع يقوم على تركيبة غريبة من نفوس خائرة وعقول حائرة وأهداف غير واضحة ومنطلقات بائرة وقيم بالية ومفاهيم سطحية مادية دنيوية زائلة. كيف يمكن؟ ستصطدم أنت بمشروعك الرباني ورسالتك السماوية، ستصطدم بهذا المجتمع فستلقى الحب والرد والاستهزاء والضحكات والقهقهات والقيل والقال والتهم، لأنه سيراك غريبا ويجب أن تكون غريبا. فإن لم تعش غربتك لست بصادق. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ألا فطب الغرباء. غريب في فكرك، غريب في معتقدك، غريب في هدفك، غريب في تطلعاتك، غريب في غاياتك، غريب في حركتك، غريب في منهاج حياتك، في برنامج عمرك، غريب غريب غريب. يجب أن تشعر بهذه الغربة، هذه فتنة أخرى، لأنك تشعر نفسك وحيد، وحيد وحولك آلاف الناس، وحيد في دارك بين أهلك، وحيد غريب فريد. هذه فتنة لا يطيقها الكثيرون، يعني الإنسان مدني بطبعه، اجتماعي بطبعه، يحب الناس، يحب السهر، يحب الدردشة، يحب الاندماج مع الآخرين. فلما يحمل المبدأ ستجري عملية مفاصلة بينه وبين هذا المجتمع، وبالتالي سيشعر بهذه الغربة، يصبر على هذا ويبقى على دعوته، على نصحه، على صبره، على حلمه، يجب أن يوطن. إذا انتهت هذه الفتنة أيها الأحبة يدخل في فتنة أخرى، حينما يرى أن المنافقين المتسلقين المتاجرين بالدين أشباه الرجال يلقون التقدير والإعزاز والإكرام والجاه والثناء، وهو بحقه الذي يحمل بأصالته التي يرفعها برايته الواضحة، راية السماء، راية محمد صلى الله عليه وسلم، أنه مهمل مهمش منبوذ محافر مطارد. هذه فتنة يا الله، من يطيقها؟ من يطيقها؟ تموت الأس في الغابات جوعا ولحم الضأن يلقى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. أمر ليس بأمر سهل، يوازن يقارن. أثر في عمر، دخل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينام على حصير، أثر في جنبه فبكى، بكى من حرقته من ألمه، قال ما يبكيك يا عمر؟ قال يا رسول الله كسرى وقيصر، كسرى وقيصر بكفرهم بوثنيتهم بشركهم، ينامون على الفراش الأثير والحرير ويأكلون الأطايب، وأنت رسول الله خير خلق الله تنام على حصير وأثر في جنبك. إذن تؤثر، أثرت في نفس فاروق. فلما ترى أنت هذه موازنة أن المتخلف والمنافق والمتزلف والمداهن والذي يقدم التنازلات على حساب دينه وكرامته وثوابته وآخرته وأمته وجراحه، ويلعق جراح الأمة لصالحه هو، كيف أنه له المكان والجاه والسيادة، وهو الذي يحمل الحق الأصيل، يحمل الحرق على الأمة، يحمل مشروع الخلاص، يموت في اليوم والليل ألف مرة من أجل أن ينقذ أمته، كيف أن أمته تصده وترده وتعلي شأن الرويدضات؟ هذه فتنة لا تطيقها أي قلوب أيها الإخوة، لا تطيقها. فإن تجاوز هذا يقع في فتنة أشد وفتنة أخرى، حينما يرى الإباحيين والشذاذ وحضارات الإيد واللواط والجلف والدعارة وحضارات الكفر والدول الانحراف والبغي، كيف أنها تعيش بتمدن، الإنسان فيها مكرم، شؤونه وحاجياته مؤمنة، للإنسان هناك قيمة، تجد أن حتى للنواطين صار لهم منتديات وجمعيات وحقوق، للسحاقيات منتديات وكنائس وجمعيات وحقوق، لكل المنحرفين، لكل الأفكار الضالة العافنة مراكز مجامع ومنطلقات ومواقع وإمكانات وحق دستوري يحفظ لهم كرامتهم ويحفظ لهم وجودهم، ولهم حق الاختراع وحق التصويت وحق الترشيح للانتخابات وهم. ثم يرى نفسه وهو المسلم الموحد النظيف
الشريف العفيف النقي يرى نفسه لا قيمة له، يحسب بين بني الإنسان صفر، لا أرخص دمه، لا أرخص حياته، لا أسهل من أن تقوم أقسام الكفر والبوابات الشرك بإيقاع صنوف الأذى عليه دون أن يجد ظهيرا ولا مساندا ولا يجد عونا على الحق الذي يحمل، ولا يجد من يقدره ولا من ينصفه ولا ولا، بل لا يرى إلا الأذى والخذلان والمخالفة والصد والرد والمواجهة والإفك والافتراء. فتنة، فتنة أخرى أيضا السادة لا يطيق أحد، ثم تدخل فتنة، فتنة أيضا فتنة التواء النفوس من الذين يسيرون معك. أساس أنا أساس نحن جد مؤمنة، أساس نحن وقف لهذا الدين، نحن تركنا الدنيا من أجل الآخرة، لكن يظهر من نوعيات النفوس الملتوية العفنة في مسيرة جبهة الإيمان ما يصل الإنسان إلى درجة يكاد أن يفقد فيها صوابه. لما؟ إذا كنت تريد الدنيا وتريد زعاماتها وحظوظها وأموالها، لما تأتي لجبهة الإيمان؟ اذهب إلى جبهة الدنيا، اذهب إليهم، فجبهاتهم مفتوحة لك مكان. لماذا تأتي تتاجر في الدين؟ لماذا تأتي تتقنع بثوبنا حتى تسيء إلينا؟ لماذا تأتي تنضم إلى صورة ثم تخوننا؟ لماذا تربط؟ إذا كنت تريد دنيا ومصلحة ومنفعة وتريد أن يرضى عنك فلان أو علان، لماذا تأتي إلى الدين وباسم الدين؟ اذهب فألف طريق وألف سبيل هناك، لماذا تشوه؟ لماذا تسيء؟ لماذا تبايع وتعاهد ثم تغدر وتخون؟ لماذا؟ فتنة عظيمة على النفس أيها الأحبة، التواء النفوس، تفلتها، غدرها، سقوطها، عدم إكمال الطريق، تذبذبها، اضطرابها، هذه فتنة للجبهة المؤمنة وللعاملين في ساحات الإيمان، قل من يطيق الصبر عليها وقل من يتحملها أيها الإخوة، إنها فتن متراكمة. ثم تأتي الفتنة بصورة نهائية حينما تبقى جبهة الإيمان موجودة لكن تراها ضعيفة، تراها غير واعية، غير ناضجة، الباطل بكل أسلحته القذرة يشل حركتها، يخلخل صفها، تجد أن الموجة تسير بصفاء ونقاء، وإذا برويبضة تافهة أو عميل خبيث أو ذراع ممتد أو فرد في طابور خامس في بلادنا أو في أرضنا أو في دعواتنا، تراه يلقي بالإفك الذي ألقي على عائشة وألقي على محمد صلى الله عليه وسلم، فترى أن من الجبهة المؤمنة من يعطي السم ومن يصيب ومن يطلب ومن يتأثر، ثم من يتحول جنديا جديدا في جبهة الباطل على جبهة الحق والإيمان. إنها فتنة أيها الأحبة، الإشكالية فيها يا إخواني، الإشكالية فيها هي سذاجتنا، بساطتنا. ألم نعي ماذا يخطط لنا أعداء هذا الدين وخصوم هذه الرسالة؟ ألم نستفد من كل هذه التجارب؟ لماذا صرنا أصحاب ذاكرة مفقودة؟ لماذا محيت ذاكرتنا؟ لماذا لا نستفيد مما وقع على الأنبياء والرسل والدعاة على مر التاريخ؟ لماذا؟ لماذا ما زال الباطل بكل أسلوب خبيث يشق صفوفا ويبعثر يعني تجمعا ويغير ولاءات ويعدم وفاء وولاء؟ لماذا؟ إن الإشكالية فينا أيها الإخوة، الإشكالية في هذه الجبهة، لكنها والله إن صمدت على قلتها، على قلة عددها، على بساطة ما بين يديها من إنترنت، والله إن تصمد ستجد عون الله ومعية الله سبحانه وتعالى معها قوية قوية. فلذلك أسأل الله أن نثبت أيها الأحبة، أسأل الله أن نعي هذا، أسأل الله أن ندرك هذا قبل فوات الأوان. أما الذين فهموا الرسالة وتمكن اليقين من قلوبهم فليعلم كل جبهات الباطل وليدرك كل أذنابهم وأملائهم وأذرعهم بأنهم أي الذين ملكوا اليقين وأدركوا اللعبة بأنهم لا يأسوا، لن يعجزوا أبدا بإذن الله، لن يتركوا بيان الحق وتوضيحه، وسيبقوا على المنهاج ولم تجدي كل أسلحتهم معهم نفعا، سيبقوا على هذا حتى يخرجوا من الدنيا وهم على النظافة والشرف.
سيبقوا وإن كلفهم هذا أن يأتوا يوم القيامة وهم وحدهم. يأتي النبي وليس معه أحد في الحديث. يأتي النبي وليس معه أحد. فلا تنازلات ولا مجاملات. إنه الحق الأصيل. إنه الحق الواضح الذي يبني أمة ويجمع شعوبا ويحمي بلدانا وأوطانا. إن أنصفوا هذا الدين وأنصفوا هذه الدعوة وأنصفوا هذا الحق الذي يتحرك. وأما إن أراد ظلمه فليس هو بأول مظلوم أيها الأحبة. وفي الختام أحبتي بالله أعرض لكم النموذج من نماذج الإفك والافتراء الذي للأسف فوجئت على ركاكته وعلى ضعفه لعب دورا كبيرا وعجيبا في صفوف الشباب المسلم وفي صفوف العاملين لهذا الدين. شخص مجهول الهوية لا يعرف من هو ويقف نفسه أبو بلان. فوجئنا به فجأة ظهر على منتديات الانترنت. اللي يدخل على الانترنت والمواقع منتديات يعرف هذا الاسم بالتوقيع أبو بلان. من هو؟ ما أحد يدري. من وراءه؟ لا أحد يعلم. فوجئنا به يمسك الدعاة والعلماء واحدا واحدا ويبدأ بإعداد ملفات لهم. إعداد ملفات وهمية. ملفات تركيب. تماما. سفر الحوالي كذا كذا كذا. سلمان العودة كذا كذا كذا. ايش بتوعد؟ فلان فلان. آخر ما نجل من بياته. أنجل بيان في شخص. طبعا أنا لا أقول هذا لأني يعني لكلامه قيمة أو أنني حسرت حساب. بس لكي أعلمكم. لكي أعلمكم كيف تبنى المناعة والحصانة وسيعطيكم درسا عمليا على حقيقة ما أقول حتى ما تقول الشيخ وبالغ. لا لا أبالغ هي الحقيقة. نزل بيان يقول فيه ما يقول. يتهمني فيه باتهامات من أول البيان إلى آخره. أولا أنني صنيعة الدولة السورية. صنعتني من أجل أن تجمع فيني الشباب المسلم وتقضي على صحوة المسلمين هنا وهناك. وأنني فلان رباني وفلان أعدني تركي. ثم انتقل إلى أنني في الآونة الأخيرة تبنيت فقط فكر الجهاد والدعوة إليه من أجل أن أستقطب الزخم الجهادي ثم أجهز عليه وأقضي عليه. ثم ترقى الحال. قال ثم ترقى به الأمر أنه أجرى اتصالات مع الاستخبارات الأمريكية وبدأ يأتي بالشباب المجاهد والمسلم خصوصا الذين يذهبون إلى العراق ويأخذهم ويجمعهم ويسلمهم للأمريكان. احذروا فلان احذروا يا واتقوا. بدأ طبعا هو كلام ركيك تافه لا قيمة له. ولكن حينما ترى التجاوب مع هذا الكلام ممن يطلق على أنفسهم منتديات المجاهدين على أساس هؤلاء نخبة الأمة فتجد أن نخبة الأمة تكفر العاملين في الساحة وتضل وتأخذ ما تكتبه أقلام عملاء CIA لشل حركة الجهاد وزرع الفتنة بين المجاهدين وبكل سهولة يهاجم البلد ويهاجم الداعي ويهاجم الدعوة ويهاجم الشباب واو. ثم تجد هذا التجاوب وإن كان بسيطا لكن هذا يدل. طب ألا يسأل هذا المسلم نفسه الذي قرأ هذا الكلام ألا يسأل نفسه من هذا؟ من وراءه؟ من صنعه؟ ألم يعلم أن الأمريكان الآن من أبرز مخططاتهم بأنهم بدأوا بالتركيز على الجانب الإعلامي مراكز أبحاث مراكز دراسات فضائيات إذاعات جرائد مجلات مواقع انترنت أن يعدوا كلها. الهدف من كل ذلك أيها الأحبة هو زرع عدم الثقة بين العاملين في ساحات العمل وإحطاط رموز العمل وضرب القيادات وترك الزعامات ومحاولة عدم تجمع الكتل الإسلامية العاملة هنا وهناك من خلال زرع فتيل الفتنة والتشكيك فيما بينها فيشكك هؤلاء بهؤلاء هؤلاء بهؤلاء حتى يبقى الناس محتارين مضطربين. ألم يصل العقل المسلم بعد إلى أن يكتشف هذه الحقيقة أو هذا السلاح القذر؟ فتستغرب من أمة من هذا غير معروف. أما من يتكلم فيه؟ الذي يتكلم فيه معروف معروف بسيرته ومسيرته ودعوته
ومعروف بنتاجه وحركته وآثاره، سواء كان فلان أو فلان أو فلان أو فلان، فكيف يؤخذ كلام نشرة رويبضة مجهول الهوية، مجهول الاسم، مجهول الخلفية، مجهول الانتماء، مجهول الارتباط في الدعاة والعلماء والعاملين والمجاهدين وما إلى ذلك؟ كيف؟ إذن أي سذاجة وحماقة وغباء وصل إليها هؤلاء وهم يدعون الجهاد أو يدعون أنهم صفوة الأمة ويهاجمون بقية الأمة القاعدة، وهم يخترقون بكل سهولة من إنسان مجهول الهوية لكي يعبث بأفكارهم وقناعاتهم ولكي يشق الصف ويشكك في العاملين والرموز. إذن هكذا أمة أو هكذا جيل لا يفلح أيها الأحبة، لا يمكن أن يكون محلا لنشر الله سبحانه وتعالى. تلك الجماعات التي تنسب نفسها للعمل والجهاد ثم تكفر بالمجان وتبدع بالمجان وتسقط بالمجان بلا توثق بلا تثبت، هكذا هؤلاء لا يمكن أن يصبحوا أهلا لحمل الرسالة، ولا يمكن أن ينظر الله إليهم أبدا، ولا يمكن أن يمدهم أبدا. أي جهاد هذا سيقوم على أكتاف مثل هذه الحالة؟ أي دعوة ستستمر على أكتاف مثل هؤلاء؟ أي آثار سيتركوا هؤلاء الذين يخدعهم شياطين الجن والإنس بأبسط أسلحة الكيد القذر المكشوفة؟ إذن الأمر عجيب والأمر له أبعاده أيها الأحبة، يجب أن ننتبه إلى كل هذا الذي يجري، وإلا سنقضي على أنفسنا بأنفسنا، وعينها لا تلوم بوش ولا تلوم شارون ولا تلوم أذنابهم ولا تلوم كلابهم، إنما لوموا أنفسكم يا من تدعون الصحوة والصفوة وجبهة التوحيد والإيمان والحريصين على الأمة وإنقاذها والذين تكرهون الكفر والتفريط، لوموا أنفسكم لأنكم يلعب بكم كما يلعب بحجر الشطرنج على الركاجه، تلعب بكم الأيدي الخفية المكشوفة لكل من يملك ذرة من فطنة المؤمن وذرة من ذكاء واحد. لا تلوموا أحدا إذا استطاعوا أن يجعلوا بأسنا بيننا وأن يضربوا صفنا بعضه ببعض، نريد الحصانة، نريد المناعة، نريد الوعي، نريد إدراك. واعلموا أن هذا الكلام لا يوجه الآن لكم أنتم، أنتم شريحة بسيطة، إنما هذا الكلام يجب أن يسمعه القاصي والداني، ويسمعه كل من يدعي بأنه عامل لهذا الدين أو حريص على هذا الدين أو يحمل هم هذا الدين. وسأسعى وأعمل على أن تصل هذه الصرخة إلى مسامعي كل من يقول أنا شريف وصادق وحر. لذلك أيها الإخوة، علينا أن نراجع حساباتنا، علينا أن ننظر جيدا في حركتنا، علينا أن ننتبه لأحابير أعدائنا، علينا أن ننتبه للمنتشرين في الصفوف، علينا أن ننتبه لتلك الأساليب المكشوفة المعرات لكن ما زالت تؤتي أكلها في صفوفنا كجبهة موحدة عاملة لهذا الدين مع غربتها وكربتها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق هذه الأمة سدادا ورشادا ووعيا وفطنة وهدى وصوابا. أسأل الله أن يخرجنا من سجون وجودنا إلى فضاءات الشهود الحقيقية القائمة على الكتاب والسنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا قوة الإبصار بنور وحي السماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نعي دروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح حتى ندرس أساليب المخالفين ونملك الحصانة والمناعة ضدها فلا تفرق صفا ولا تبعثر جمعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أهلا باعتصامنا وتوحدنا أهلا لنصرة الله سبحانه وتعالى ولمجيء أمداد السماء ولمجيء رزق الله سبحانه وتعالى من حيث ندري ولا ندري ومن حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب، وإن تتقوا الله يجعل لكم مخرجا. أسأل الله لأمتنا عودة إلى الصواب. أسأل الله أن يكشف العملاء. أسأل الله أن يدمر الدخلاء. أسأل الله أن يضرب ضربته القاسمة الماحقة السائقة بكل خائن في صفوفنا وفي صفوف كل عمل حر على وجه الأرض. أسأل الله أن يشل الأكلام المأجورة، أن يشل الأيادي في عتمة هذا الليل. أسأل الله أن يرين فيهم عجائب القدرة. أسأل الله أن يضرب المخدرين ويضرب الأفاكين ويضرب المفترين لأنهم الجبهة الأولى في طريق عملنا والوصول إلى نحور أعدائنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا يوما أسودا بالخونة والمتآمرين. أسأل الله أن يرينا يوما أسودا مع عجائب القدرة وقدرته لا حد لها ولا يصدها أحد، أن يدع إياها في كل جاسوس عميل ودخيل يتواطع مع عداء الله على عباد الله وعلى جند الله. أسأل الله أن ينتقم انتقامه وأن يعجل به، وأسأل الله أن ينقي صفوفنا وأن يوحد جبهتنا وأن يجمع كلمتنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يجعلنا تحت راية الرضا إخوانا متحابين متماسكين متساندين متعاونين متعاضدين
كالبنيان يعني المرصوص يشد بعضه بعضا. اللهم ارزقنا الثبات حتى المرات. ربنا نعوذ بك ان نكون من الذين ظلموا انفسهم فحادوا عن جادة في الحق والصواب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعلنا ممن يحملون الرايح في زمن تهاويها وممن يحققون الغايح في زمن تناسيها. اللهم خذ بايدينا كلنا ولا تكن علينا. اللهم انا نسألك عونك، نسألك مددك، نسألك رفدك فما عاد لنا السياد. اللهم نشكو اليك غربتنا ونشكو اليك كربتنا، نشكو اليك ظلم الظالمين، نشكو اليك جرم المجرمين، نشكو اليك اعتداء المبتلين، نشكو اليك ظلم المخذلين المرجفين. اللهم انهم نالوا من اعراضنا ونالوا من سمعتنا ونالوا من توحيدنا ونالوا من دعوتنا وديننا. اللهم انهم شغلونا بما يجب ان ننشغل به الان واخرون عن نحور اعدائك واعدائنا. اللهم فنك طريقنا منهم. اللهم فأين فيهم آية من آياتك. لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية، ولا تحقق لهم في صفوف الموحدين غاية، وعجل بخطوتك وضربتك وانتقامك وقهرك يا رب الأرباب يا الله. اللهم إن ضعفاء فقونا، إن فقراء فأغننا، إن جاهلون فعلمنا، إن عاجزون فأقدرنا. رباه 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 رباه، بك نصول وبك نجول، بك نحاول بك نقاتل. نعوذ بك من شرور هؤلاء ونجرأ بك في نحورهم. اللهم تكن خير عون لنا على طريق السداد، وثبتنا حتى الممات. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. أسأل الله أن يزيدنا وإياكم خيرا، وأن يرزقنا نورا وثوابا وبرا، وأن يتولانا وإياكم وجميع المسلمين بألطافه وأنظار عنايته، وأن يحمينا بأسوار رعايته، وأن يدخلنا في خزائن حفظه أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا قوة إلا بالله. اللهم إني أدافع بك عني وعنهم وعن كل عامل موحد مجاهد في الأرض. اللهم إنك تقدر ولا نقدر، اللهم إنك تعلم ولا نعلم. اللهم فإننا نسألك ثقة بك وثقة بقدرتك وثقة بعلمك وبقوتك أن تعجل بفرج قريب، وأن تعجل بنصر الموحدين، وأن تكشف أوراق المجرمين يا رب العالمين. إن شاء الله يحفظكم ويرعاكم. مجلسنا القادم إن شاء الله إن بقينا على قيد الحياة يوم الخميس بإذن الله بعد صلاة العشاء. وأسأل الله كما أوصيت أيها الأحباء فيما مضى، أسأل الله أن أرى عاملين، أن أرى مشمرين. إني والله أفرح بهذه الوجوه، واعلموا أن إشراقة وجوهكم أيها الأحباء هي زاد العاملين، هي جرعة الأمل الذي يدفعنا إلى استمرار العمل. فأسأل الله أن تنتقل من طور التلقي إلى طور التلقين، ومن مكانة الاستماع إلى مكانة البلاغ، وأن تأخذ دوركم الفاعل. جبهة الإيمان فيها ثغور كثيرة تحتاج إلى من يسدها، وأدوار كثيرة تحتاج إلى من يجسدها، تحتاج كبيركم وصغيركم، وتحتاج إلى كل طاقة من طاقاتكم. فسارعوا إلى العمل قبل انتهاء الأجل، سارعوا إلى العمل وأنتم يحدوكم الأمل، سارعوا إلى العمل أيها الأحبة وإياكم الوجل، سارعوا إلى العمل وستجدون خيرا من لدن حكيم خبير، وستكتشفون أن فيكم من الطاقات والقدرات والإمكانات ما لا يخطر لكم أنتم على بال أنها موجودة فيكم، وسترون من نتائج الآثار والثمار والبركات التي يحققها الله عز وجل بقليل جهدكم ما ستندهشون أمامه، وتعلم أن الأمر لله أولا وآخرا. إنما نحن أسباب، علينا أن نوجد حركة الأرض لكي تأتينا حركة السماء ونصرة السماء وأمداد السماء أيها الأحبة. لذلك كلما رأيت فتى من
منكم شابا منكم يتقدم بأي جهد، يتقدم بأي مساهمة، بأي دور، الله يعلم بأنني أقول الحمد لله، وهذه خطوة جديدة خطوناها نقترب فيها من ساعة النصر. فإذا لا تقل أنا، قل نحن. وانظر إلى مكانتك ونفسك في فلك الجماعة، ويد الله مع الجماعة، والمرء قيوم لنفسه كثير بإخوانه. فلو نحن تكاتفنا على العمل سترون من عجائب الآثار ومن عجائب النتاج ما سنحمد الله عليه صباحا ومساء أيها الإخوة. لذلك أسأل الله أن تتولى فينا الهمة العزيمة الإرادة مع الإخلاص مع الصواب مع الانضباط، الانضباط بمنهجية الشرع العظيم في عملنا الدعوي والإصلاحي والتغييري. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نتحرك سريعا في هذا المشروع قبل أن تنتهي الآجال والأعمار، واعلم بأن كل لحظة تمر عليك إنما خزانة ستحشر معك يوم القيامة، سيكون مضمونها إما لك أو عليك. كل لحظة، كل لحظة تمر عليك ستحشر معك خزانة، فإما ستكون مملوءة خير، فإما ستكون مملوءة شر، أو تكون فارغة، وإذا كانت فارغة فهي عليك أيضا. المؤمن لا يعرف الخزائن الفارغة أيها الأحبة. يمكن أن نفعل الكثير الكثير، لكن متى ما عزمنا وأردنا ونشرع العمل، أمتنا تنتظر، وما عاد في الساحات من يعمل، أوطاننا تنتظر، بلداننا تنتظر، الخطر يتهددنا من كل ناحية وصوب، وذئاب وكلاب وعقارب وأفاعي الكفر والباطل تحركت بشكل عجيب وبوقت واحد، وهذا الدين ما عاد له أنصار ولا حماة. فيا له من دين لو كان له رجال، وإلى أمه مساعر حرب لو كان معه رجال. لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن ندرك الخطر الحقيقي الذي يلم بأمتنا. كنت أقرأ كلمات لأحد الدعاة الصادقين نظرت فيها وقلت يجب أن تعيه لأمة كما وعيتها أنا، ونحن يوما بعد يوم نزداد علما ونزداد فهما وإدراكا. يقول الأمة الآن في زحمة الأحداث الخطيرة قد تنشغل بمسائل جانبية ومسائل بسيطة، فتشغل كامل الطاقة وكامل الجهد فيها، ولا تنتبه بأن الدين بمجموعه يسحق سحقا ويراد له الإبادة. عندنا قضية هي قضية الأمة أيها الأحبة، أن الدين بمجموعه هناك مؤامرة لتطبيقه وسحقه وإبادته والقضاء عليه. فبعض المسائل البسيطة التي تمر علينا بشكل يومي يجب أن لا تأخذ منك كل هالوقت وكل الضجة وكل الخلاف وكل الصياح وكل الاهتمام. خلاص، متى ما عرفت الحكم سمعنا وأطعنا. وأنت حينما تفعل هذا أيها الأخ الحبيب، وحينما تؤدي هذا، أيقن أي أنك ما تعطي المسائل الصغيرة هذا الجهل الكبير، أيقن بأن باقي الجهد سيصرفه الله لك ويوفقك لأن تسلك في القضية الأم، القضية المصيرية والجهد الأكبر، المؤامرة الكبرى على ديننا، على وجودنا، على بلداننا، أوطاننا، أمتنا. ومن ها هنا نحن رفعنا شعار الدعوة الذي سعى في ليله ونهاره أن يصحح الأمة مفهومها، ويجمع حاكمها ومحكومها، ويجمع أمنها وإيمانها، ويجمع الجميع تحت مظلة العمل لهذا الدين لمواجهة زحف الكافرين الشريف المخلص الذي حقا يريد نجاة الوطن والأمة سيتكاتف في هذا المشروع ويندمج فيه. أما الذي يعيش لنفسه لمصالحه لملاذه لشهواته أيا كان صاحب رتبة أو صاحب لحية، إذا كان يعيش لهذا فلم يسمع، بل سيحارب هذا المشروع ويواجهه، سيفوت عليه كثير من مصالحه. فإنما أنا أخاطب الشرفاء، أخاطب الأحرار، أخاطب المخلصين، وأعلم أنهم في الأمة كثير، ولكن ينتظر الوقت المناسب والطرح المناسب والمشروع الواعي حتى يتحدون ويتجمعون. ها نحن قد أعلناها وننتظر أن يتجاور مع أصدائها كل شريف وحر، وأسأل الله أن نكون جميعا منهم، وجزاكم الله عنا كل خير، وسيروا راشدين حفظكم الله.